الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن وقفت مع ما سميته من فقه المرحلة، أي مما يجب أن نستوعبه في مثل هذا الواقع الذي نعيشه. واليوم سأقف وقفة، أسأل الله أن يبارك في أوقاتنا، وأنا حريص على ألا أتعدى الوقت لأهمية هذا الموضوع. وكنت منذ فترة طويلة أريد طرحه، وفي كل مرة أقول لم يستوي بعد، وأرجو وأسأل الله أن يكون قد استوى وأن تجدون فيه ما ينفعكم بإذن الله. واقع كثير من الناس وبالذات الشباب مع المستجدات والفتن، أي كيف نتعامل معها، فنحتاج إلى وقفة. وفي كل يوم تستجد لنا حادثة، نلحظ جنوحا ذات اليمين وذات الشمال، وربما تساقط فيها أناس بعدم إدراكهم كيف يتعاملون مع المستجدات والفتن والمحن. إذن كيف نتعامل معها من أجل أن ننجو من آثارها؟ نحن لا نملك منع وقوع الفتن، فهذا قدر كوني، وإنما نحن مطالبون بالتعامل مع الأقدار الكونية بالقدر الشرعي. هذه قاعدة أكررها مراراً، وقد أخذتها استفدتها من شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك عندما سألناه كيف التعامل مع هذا الواقع، فقال لنا: هناك قدر كوني هو قضاء الله وقدره الكوني، والله لا يقضي إلا خيرا، وهناك ما يجب علينا. إذن في الأول نؤمن بالأقدار الكونية من المصائب والأحداث والفتن وغير، نؤمن أن قضاء الله سبحانه وتعالى. أما ما يجب علينا ثانيا، لأن حتى الأول يجب علينا الإيمان بالقضاء والقدر، ولكن أيضا ثانيا أن نتعامل مع هذه الأقدار، مع هذه الفتن، مع هذه الأحداث بالقدر الشرعي. ما هو القدر الشرعي؟ أي ما أمرنا الله جل وعلا به شرعا، وما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سلكه سلف هذه الأمة. بهذا ننجو، وحديثي سيكون بإذن الله منطلقا من هذه القاعدة: فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله وأرجع عنه. أولا، يجب أن يصدق الإنسان مع الله أنه يبحث عن طريق النجاة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذه مسألة أيها الأخوة تغيب عن ذهن بعض الناس مع خضم الأحداث ومفاجأة الأحداث، هو التوجه إلى الله عند الأزمات. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. أزمة، مصيبة. قال: كلا، إن معي ربي سيهدي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اهدنا الصراط المستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلح على ربه: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بعد ذلك ينظر الإنسان ويقرأ منهج السلف. عندما نقول منهج السلف، هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وخير القرون ومن سار على هديهم، كيف كانوا يتعاملون مع الفتن. ومن أول ما يدلك على ذلك أن ترجع لكتب بعد القرآن، أن ترجع بعد القرآن لكتب الصحاح وصحيح المسانيد والسنن وغيرها. بل إن العلماء كما تعلمون يبوبون أبواباً بل كتاباً اسمه تجده في البخاري ومسلم: كتاب الفتن،
وبعضهم يقول كده الملاحم والفتن. ولهذا فأن يرجع الإنسان ويقرأ فيجد عجبا في تعاملهم مع هذه الأحداث، ويوافقون ويعملون لكل شيء ما يناسبه. أيضا من هذا المنهج خطورة الكلام في أمر وبخاصة في الفتن دون تصور كامل عنه. أحيانا يتصور بعض الناس يأتي ويتكلم معك عن شخص وتقول له هل سمعت كلامه؟ قال لا. هل نقل لك الثقات كلامه؟ قال لا. هل رأيت الحلقة التي بثت؟ لا. إذن على أي أساس تكلم؟ سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وسأبينها بعد قليل أكثر. من أهم ما نحتاجه اليوم وأؤكد على أبنائي الشباب ديانة لله يا أخوان، تنقيح وتجريد مصدر التلقي. مصدر التلقي الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة وما ثبت بالدليل القاطع. الآن كثير من أبنائنا مصادرهم تجد أنها الإعلام الجديد، فيشيع أمر ويأخذون به، وعندما تحققه وتجرده وتنقحه تجد أنه ليس كذلك أو لا أصل له. والعلماء ذكروا في الكتب الأصول تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط، حتى قبل أن تصدر الحكم لابد أن تمر بهذه الثلاثة كلها. كثير من أبنائنا لا ينتبه لهذا الأمر، فتجد أن مصدره إما الإعلام الجديد أو الهوى الذي ينبثق عن التعصب والحزبية، كما قال الشاعر الأول من جهل: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. غير صحيح، ليش نصدقها؟ قد يكون قولها غير صحيح، هذا تعصب له. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر، وهو أبو بكر رضي الله عنه، لما أمر بقتال المرتدين جلس عمر يناقشه حتى اتضح له الآن الحق. فلما اتضح له الحق وعلم أن الله شرح صدر أبي بكر أخذ به، مع أن أبو بكر رضي الله تعالى. فإذا مصادر التلقي اليوم مع كل أسف، اسمحوا لي لو قلت إن بعضهم يقع فيما قال الله فيه، وإن كانت الآية هذه في الكفار، لكن إذا انطبقت على بعض المسلمين فيكون في شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. ما قال أنت جاهلي، إنك امرؤ، لما قال ابن السوداء قال امرؤ فيك جاهلية. فلذلك العصبية الآن، التعصب أو الحزبية، اسمحوا لي أقول، بعضهم يقول يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهنا إما بسبب تعصب أو عدم تجريد مصدر التلقي، أو هذا الإعلام الذي يطفح بالغث والسمين والحق والباطل. المفروض أن نتعامل مع الإعلام الجديد كما نتعامل مع أخبار بني إسرائيل، نخضعها للتنقيح، ما نردها على إطلاق. لا، قد يكون بعض الخبر، كثير من مصادرنا للأخبار هو الإعلام الجديد، لكن لا تأخذه مسلما إلا إذا ثبت عن فلان وأن هذا المكان لفلان. خذ مثال: إلى أمس شخص نسب له كلام في تويتر باسمه، فأعلن أن ما عندي حساب أصلا، وهذا يتكرر مرارا. تقول له: طيب من أين لك الخبر؟ قال: من فلان، ورأيت رجلا والله بث هذا الخبر بشكل متسع تماما، ثم اتضح له هو لهذا الشخص أنه يقول: ليس هذا حسابي، مع أنه باسمه. فكيف إذا كان بدون اسم؟ إذا كانت أسماء مستعارة وناس قصدوا إثارة الناس وإشكالات. إذن تجريد وتحرير مصدر التلقي، لأني لا أريد أطيل حتى لا أخذ وقتك، ولأن كل مسألة تحتاج إلى مزيد من التحرير والدقة فيها. أيضا أيها الأخوة، في إشكالية نعاني أحيانا وهي تابعة للأولى: شهرة الخبر يجعلنا نصدقه. سأذكر لكم في مثال في طرافة تابعته بالشخصية.
عندما دخل بعض المشايخ السجن قبل 20 سنة، انتشر عند الناس أن أحدهم، أن فلان قد جاء للمستشفى وعولج. فبدأت أتتبع حتى قال لي شخص، قلت هل أنت متأكد؟ قال حدثني الطبيب الذي عالجه. خلاص ما بعد حدث الطبيب الذي عالجه. وبعضهم يقول جاء بلباس يختلف حتى ما يعرف. لما دخلت السجن التقيت بشيخ، قلت له متى طلعت تعالج؟ قال ما طلعت. شيخ ما طلعت؟ قال والله ما طلعت. قلت عند الناس صار أصبح أمر مسلم أنك خرجت وأنك، قال والله ما خرجت. فعندنا إشكالية الآن أنه يشتهر خبر. حضرت مجلسا في شخص جاءه ناس ثقات وقال يا شيخ بلغنا أنك جمعت بعض المشايخ في المكان الفلاني، نعم، وقلت لهم كذا وكذا وكذا، وهذا منتشر منتشر. وجاءوا شخصان، واحد من الرياض وواحد من جدة، يعني لا يعرف بعضهما بعضا. قال هذا الخبر متى التقيت فيهم؟ قال اسألوا من أطلق الخبر متى. قال يقولون قبل شهر. قال والله منذ 6 أشهر لم تطق قدمي هذا البلد. خلاص هذا باطل يعني، أو أي صرفة. الآن هناك أحاديث لشهرتها، أحيانا نحن قد نتلقاها لكثرتها وشهرتها أن صحيحة، جاء من العلماء من محصها فوجد أنها ضعيفة أو موضوعة، بل ألفت كتب في هذا الجانب، ألفت كتب في هذا الجانب. أحاديث تجد الناس على ألسنة الناس، حتى تجدها أمثال أحيانا، وبعضها يكون ضعيف وبعضها موضوع، تسمى الأحاديث المشتهرة. إذن الشهرة يا أخوان وهي من أكثر ما نعاني منها، يتهم أناس يتهم علماء. وأذكر يوم من الأيام كنت في مجلس، وهذا قريب، فشخص من الأشخاص قال لأحد الموجودين يا شيخ اتق الله في كذا وكذا، ففهم منه أنه يقصد شيء شائع، فسأله ثم قال له أريد أن تأتي بكلمة تثبت كلمة قلتها عن طريق محرك البحث، عن طريق نقل العدل الضابط. ففوجئ هذا الرجل الآن فيه خير، هذا الرجل الآخر، بس من قوة الكلام الذي يطرح بالساحة ويتعلق بالمجاهدين، ويتهم هذا الشخص وهم طلاب العلم بهذا الكلام وهو باطل. وأنا من تتبع الأمر مباشرة باطل. إذا بعض أبنائنا الآن بعد ما تجلس معه ويتكلم لك عن الشيخ فلان أو فلان تقول أثبت، قال ما هو ثابت، لا والله ما هو ثابت، باطل. إذا مجرد الاشتهار فقط، زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شعر بك ما فعلوا قدر كون. لكن نحن واجبنا في هذا الأمر ألا نتساهل في مثل هذه المسائل. ولهذا فإنني أقول نصيحة لكل واحد منكم، وأبدأ بنفسي، إياك أن تقول كلاما أو تنقل كلاما لا تستطيع أن تثبته إذا قال الله لك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا قال لك هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والله ما ينفعك تقول سمعت. أليس الذي في القبر يسأل فيقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته كما في الحديث الصحيح؟ ما ينفع. الكلام الذي تقوله أو تنسبه لعالم أو داعية أو مجاهد أو غير ذلك، بل حتى مسلم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. والعلماء لا يقبلون مجهول العين ومجهول الحال، كلام قوي للعلماء. إذا مجهول العين لا يقبل، لأنه يجتمع في صفتان، أنه مجهول العين وقد يكون فاسقا. الآن يتناقل الشباب أقوال لا يستطيعون، ودائما أنا أقول للشباب هل تستطيع هذا الكلام الذي قلته عن فلان تثبته أمام الله؟ دعك الآن لقيت الله هذه اللحظة، يقف شوي، قال بس والله حدثنا، قلت ما ينفع، لا ينفعك هذا أبدا، لابد أن تثبته أمام الله أنك تستطيع أن تثبت أن هذا حق. هذا كلام الحقيقة مهم جدا، وليس بالسهولة لما أسمع في الساحة من كلام وتهم لمجاهدين لعلماء لطلاب علم لأناس، حتى المسلم عرضه مصان أجله. أنتقل أيضا من ما يأتي في هذا الجانب، ما يجري اليوم الكلام على العلماء
أو على المجاهدين فضلا عن غيرهم، كما قلت وكل مسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الآن هناك من يطعن في علماء، أين أوجه الطعن؟ أين الدليل؟ شبه، وقد يصل إلى تكفيرهم أو شبه كفارة. وآخر يطعن في المجاهدين، تجده يطعن في المجاهدين، تعال أعطني دليلك، يطعن في بعض قادة المجاهدين. اتق الله يا أخي الكريم، هذا مجاهد. يوم من الأيام كنت واقفا فجاء رجل لأحد المشايخ ممن يجمع التبرعات للمجاهدين، فقال له هذا السائل وأنا واقف معه أريد أسألك يا شيخ، قال تفضل، قال أسألك بفلان شخص مشهور أيضا يجمع التبرعات. فلما انتهى بكى الشيخ، بكى دمعت عينه ونحن وقوف، ثم قال تريد أن أتكلم في مجاهد؟ هذا الرجل مجاهد في سبيل الله، وإن اختلفت معه قد أختلف معه وقد تختلف معه، لكن والله لا أتكلم فيه، لأن الله جل وعلا بين أن الجهاد بالمال من أعظم الجهاد. أما تريد تأخذ مني كلمة ضد مجاهد ولو كان عنده خطأ فلا أتكلم، خاصة أنه لم يثبت بالدليل والبرهان، حتى قد يقول قائل أليس المطلوب التبيين؟ ما ثبت عليه شيء، هذا الناس يتهمون وهو ينفي. فإذا أمسك عنك، أمسك عليك لسانك. ولهذا الآن الكلام في بعض قادة المجاهدين، في بعض المجاهدين، في بعض الجماعات الجهادية، حتى سمعت شخص يقول أنا أؤيد الجماعة الفلانية والفلانية وغيرها كلهم على باطل. سبحان الله، كلهم على باطل. تصور يا أخي لو مجموعة جهادية في قرية ما تعرفهم أنت وحكمت عليهم بالبطلان، من حقك تقول هذه الجماعة الجهادية رأيي فيها كذا وكذا بدليل وبرهان، لكن تقول لا أنا لا أؤيد الجماعة الفلانية أو الحركة الفلانية أو كذا، والباقي كلهم على باطل، كل الحركات الجهادية كذا على باطل. هذا الحقيقة باطل، هذا ما يجوز، يعني توزيع الأحكام بهذه الطريقة. مرة أخرى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فيجب نحمي أعراض إخواننا المجاهدين حتى لو حدث تقصير منهم أو خطأ، نبحث عن حلول. قد يقول هذا طيب، بعض المشايخ يتكلمون، أقول العلماء فاسألوا أهل الذكر، من حقهم أن يتكلموا ما دام بينه برهان، لأنه لا بد من بيان الحق، والله سبحانه وتعالى حرم كتمان الحق، أتبينونه للناس ولا تكتمونه. وفرق كبير إذا بين هذه المسألة وتلك، فإذا كان الذي تكلم أحد العلماء وتكلم ببينة وبرهان وهو من العلماء الموثوقين فنعم نأخذ بكلامه، وإلا معناه أننا نعيش في فوضى ولا نعرف الحق من الباطل. لا، لكن أنا أتكلم عن عموم الناس الذي ربما لا يعلم هذه الحقائق إلا نقلا دون تثبت دون بينة. أما إذا كان هذا العالم أتى ببرهانه ودافع عنه وأقام الحجة فمن حقه ذلك. وقد حضرت مجلسا في أحد المشايخ ممن كان له موقف في هذا الأمر، فقال له شخص أثبت، فأثبت وقدم أدلته، وقال له والله أقسم بالله أنك إذا أثبتت أن كلامي يقول الشيخ غير صحيح لأعلن هذا أمام الملأ أنني أخطأت وتراجعت عن قولي. ووجه له عدة أسئلة، قال بس أجبني على هذه الأسئلة، نعم فوالله إن استطعت أن تجيبني أو من وراءك على هذه الأسئلة أقسم لك بشهادة الإخوان أنني سأتراجع وأعلن خطأي، بل والله كذا يقول أقسم وأنا حاضر المجلس وحاضر عدد المشايخ أنه أحب إلي أن أكون أخطأت من أن أكون أصبت، لأن هذا تعرض لأمر، لكن هذا الذي أمامي وهذه البينة التي عندي. فإذا العالم والله جل وعلا أمر بالرد لهؤلاء لمن هو يعرف المكان، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منه. هنا تأتي مسألة، فيقول قائل لعلمه الذين يستنبطونه منه، إذن لا نأخذ إلا بفتاوى أهل الثغور، إذا اختلف العلماء الناس فاسألوا أهل الثغور. الآن هذه الكلمة شائعة بشكل عجيب جدا. يحدثني أحد المشايخ طلاب العلم قبل أيام
يقول ذهبت أناقش بعض الشباب في قضية تتعلق بالجهاد، فقلت إيش رأيكم نذهب للشيخ فلان، شيخ من المشايخ المعروفين ومشهور. فقالوا له تدرون ماذا قالوا له الشباب؟ كما نقل لي بالنص، قال فلان ونعم في أمور الشرع، أما أمور الجهاد إيش دخلوا فيها؟ هو جاهد حتى نسأله. يقول ما دليلكم؟ قال ألم تعرف مقولة الإمام أحمد وابن المبارك في أنه يقول إذا اختلف مسألة أهل الثغور؟ أولاً هذه المقالة لم تثبت لا عن الإمام أحمد ولا عن الإمام ابن المبارك، بل ولا الصحيح لم تثبت بسند صحيح عن سفيان بن عيينة كمان. ثانياً لو قلنا أنها ثبتت عن أحد منهم أو غيرهم نقول هذا اجتهادهم، لكن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هم العلماء. ثالثاً طيب إيش رأيك لو جئنا بقول الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة في الجهاد؟ نقول لا ما يؤخذ فيهم لأنهم ما جاهدوا، لأنه قد ذكر بعض المؤرخين أنهم لم يشتركوا في الجهاد، وقد ذكر الإمام مالك أن كل له فتح يفتح له بالجهاد ويفتح له، قال أنا فتح الله لي بالعلم. أما الإمام أحمد فرابط 40 يوما، بل حتى إن الإمام أحمد ثبت عنه خلاف هذا القول. إذن كلمة اسأل الثغور اللي أصبحت كأنها وحي عند بعض الشباب، بل أنا قرأت بعين عن شخص طالب علم نعم يرد على أحد المشايخ في قضية في الجهاد ويفتي هو، يقول لأنك أنت لم تغبر قدمك في سبيل الله. والله إن ذاك الشخص الذي تكلم بهذا الكلام أنا أعرفه جيدا، لم تغبر قدمه في سبيل الله. طيب أنت الآن تقول تعيب على بعض المشايخ لم تغبر أقدام في سبيل الله، اسأل أنت الآن تتكلم وتفتي ولم تغبر قدمك في سبيل الله، أول من يلتزم أنت. فإذا نسبتها لإمام أحمد بن مبارك فيها نظر، نسبتها لسفيان بن عيينة أيضا فيها نظر، وأقول ومع ذلك لو صح فاسأل قول الله مقدما فاسأل ذلك. والأئمة هؤلاء ثلاثة لهم فتاوى في الجهاد، وذكر المؤرخون أنهم لم يدخلوا في معارك في الجهاد. نعم دخل شيخ الإسلام دخل لا يلزم، وعلل هذا الإمام مالك رحمه الله. إذن هذه مقولة الآن شائعة، لا نحن نقول اسألوا أهل العلم الثقات الأكفاء، ولا معنى على كلام هؤلاء. ترى هذه خطيرة، يعني لا تأخذ بقول الشيخ ابن باز ولا بقول الشيخ محمد بن عثيمين ولا الشيخ ابن جبريل ولا بالشيخ الألباني، ولا تبدأ تسقط مجموعة كبيرة من علماء الأمة الثقات لأن لم تقبر أقدامهم كما قال، أو ليسوا من أهل الثغور كما يقول. بناء على مقولة لم تثبت، قالوا ولو ثبتت لأحد فهي اجتهاد من هذا العالم يقابل اجتهاد آخر، ومقدم عليهما قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر أي أهل العلم، هم الذين يسألون في هذا الأمر. وما دام الإنسان تصور الأمر، أليس الآن العلماء قرنا بعد قرن يشرحون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه نقل لهم بنقل العاقد للضابط الثقة فشرحوا على أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من نقل لنا عن مواطن الجهاد نقلا ثابتا فنقبل. ثم من قال أن هؤلاء غير مجاهدين؟ من قال لك أن الجهاد فقط هو القتال؟ قدم الله الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في أغلب مواضع القرآن إلا في سورة براءة. فالذي يجاهد في ماله مجاهد، الذي يجاهد في لسانه مجاهد، من أهل الثغور نقول، الذي يجاهد في سلاحه مجاهد. فإذا هذه مسألة حتى الإسقاط عدد من العلماء وكبار العلماء الأمة ليؤخذ من أناس معينين لأهداف معينة، هذا باب خطير الحقيقة، يجب أن نتقي الله جل وعلا فيه. نعم والله لا عزة للأمة إلا بالجهاد، وأنا لم أتحدث عن جهة دون أخرى إطلاقاً، أنا أتكلم عن واقع معين يعيشه كثير من الشباب يخالف بعضهم بعضاً، هذا ينتمي لهذه الجماعة وهذه لهذه الحركة وهذه لهذه المجموعة، وتجد ثم يأتون كل بعضهم جدل لا تنتهي والنهاية اختلاف قلوب، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أيضاً أيها الأخوة الافتراء والكذب، الله سبحانه وتعالى يقول وقد خاب من افترى، ويقول سبحانه وتعالى وكذلك نجزي المفترين، لذلك وقد خاب من افترى، يخشى الإنسان أن يكون من هؤلاء، أن نكفرية على جبهة من جبهات الجهاد أو على عالم من العلماء أو على مجاهد من المجاهدين أو كما نلاحظ تطلق تهمة على بعض المجاهدين ثم نجد النفي منه بل يقسم على ذلك، يا أخي مصدق هو ما دام ثقة عندنا. أيضا سأختصر مما
لنحذر أيها الأخوان الإعلام الفاسد، عندما يصدرون بعض المقابلات أو بعض الحلقات يجب أن ننتبه أول الأمر أن هناك غرض يبيتونه، لا تحسن الظن فيهم. ولهذا وجدنا الناس يتعجلون في تصديق هذا الإعلام، أو قد يكون أحدثوا لبس بين الحق والباطل، لأن لو كان باطلا تماما لعرف، ولو كان حقا تماما لعرف. الإشكال لما ولا تلبس الحق بالباطل، هذا عمل أهل الكتاب، عمل اليهود. وأخيرا إذا اختصر ما يجب لأن الوقت انتهى بدقيقتين أو ثلاث، الواجب أيها الأخوة هو الإخلاص لله جل وعلا، وأن ننطلق من الإخلاص. أعجبني كلام لأحد العلماء وأنا أشرح قوله تعالى في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: ما لا يقع خلاف بين الصالحين أو بين علماء إلا لنقص الإخلاص، إما فيهم جميعا أو من بعضهم. فإذا نقص الإخلاص سبب لوقوع كثير من الخلافات الموجودة. قال: هذه قاعدة لا يقع، لأن يريدون الحق. طبعا نحن ما نتكلم عن اختلاف التنوع أو المسائل الاجتهادية، هذه لا فيها إشكال، لكن نتكلم عن خلاف يؤدي إلى العداوة، اختلاف التضاد. قال: لا يقع إلا لنقص الإخلاص، إما من الطرفين أو من أحدهم. قد لاكن قد يكون أحدهم مخلص والآخر غير مخلص. ثانيا الاستشارة والرجوع لأهل الخبرة: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه. ما كلهم يعلمون. ويقول جل وعلا: فاسأل به خبيرا ولا ينبئك خبير. وألقيت يوم الجمعة الماضية القبل الماضية في جدة هذا الدرس: فاسأل به خبيرا، وبينت الدلال من كتاب والسنة والواقع والعقل، الرجوع إلى أهل الخبرة. وكيف استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من خبرة موسى عليه السلام: قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، فخفف الصلاة من 50 إلى 5 لخبرته. ويقول الخضر لموسى، وموسى منه عليه السلام بعلمه ومكانته: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. إذن الخبرة لا أريد فصل فيها، موجودة وقد تكون نزلت في اليوتيوب المسلم. أيضا التثبت والتأني، عدم العجلة. يا أخوة، الإمام الصحابي الجليل أنس رضي الله عنهم جميعا يقول: ترى أين الهلال؟ تعرف الناس حرصهم على ترى الهلال، هو طبعا هذا فرض كفاية، إذا ترأه بعض الناس وثبت رأوه ذا يكفي، ما نقول لا يرى. يقول: ترى أين الهلال؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، معنى عمر، ألا تراه؟ تدرون ماذا رد عمر؟ قال: سأراه وأنا مستلق على ظهري. بعد يومين ثلاثة ما أحتاج إلى سأراه أحكم وأنا مستلق على ظهري. خلاص، ما دام رآه بعض الناس مما يدخل الشهر شرعا خلاص. الآن بعض الناس يريد يطلع الخبر هو الأول، نعم، ثم يتورط، ثم يقع في مشكلة. التأني، التثبت، التأني، عدم العجلة، ثم العدل أيها الأخوة. العدل يجب، العدل مع الكافر. الناس الآن في بعض الأحداث يبدأون الناس يسبون ويشتمون على بعض الناس، أين ميزان العدل؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لو كانوا كفار، كفار أخرج النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، صدوه عن المسجد الحرام. يقول سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا، أحيانا هو كافر مسلم قد يكون فاسق، يبدأ الهجوم عليه والكلام فيه، ما يجوز يا أخوان هذا الكلام. أين ميزان العدل في العدل والغضب والرضا؟ أيضا الاختصاص كما قلت، كل لهم أهله، كل له مجاله. بعض العلماء لا تسأله في الحديث، وبعض العلماء لا تسأله في الأصول، وبعض العلماء لا تسأله في الفرائض، وبعض العلماء لا تسأله في الاقتصاد. إذا كنت أنت الآن تعرف الأطباء، ما تذهب طبيب الأسنان وأنت تريد في العين؟ بل حتى الآن أصبح طبيب العين في واحد مخصص بالشبكية وواحد مخصص بالدائر، أصبح تخصص داخل تخصص. أمور الدنيا نعرفها، لكن في أمور الشرع تجدنا تجاهلها. فإذا نذهب لأهل الاختصاص. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا من؟ ما قال لعلموه أولي الأمر، قال لهم العلماء، لعلموه الذين يستنبطونه منهم، أي أهل الاختصاص. وكما قلت، تحرير مصدر التلقي، ثم الاستخارة بصدق إذا أردت أن تقدم على أمر، والدعاء والتضرع: اللهم اهدني لمختلف فيه من حق إذنك. وأخيرا أيها الأخوة، السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، فاحذر أن تلقى الله بذمة أحد، احذر، إلا إذا وجب عليك الأمر عيانا. إذا وجب عليك الأمر: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا
نقول يكتم العلم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. لابد من البيان، لكن إذا كان غيرك كفاك فانتهي. لماذا أنت تدخل نفسك في هذا الأمر فتندم على هذا الأمر؟ يا أخوان، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ومعه عدد من الصحابة، ابن عمر ومعه ابن عمر وأبي بكر وغيرهم وأسامة بن زيد، اعتزلوا ما حدث بين الصحابة. تدرون ماذا يقول علي وتعلمون ماذا يقول علي، ومن هو علي رضي الله عنه الذي هو ثبت في حديث عمار أنه على الحق؟ يقول إن كان ما فعله سعد ومن معه يعني في اعتزال القتال كله ذنب فما أهونه من ذنب، إن كان ذنبا هذا وقد يكون الصواب معهم فما أهونه من ذنب، لأن ما دخل في دماء وغيرها. هذا كلام علي رضي الله عنه، معنى له دلالة وهو الذي على الحق. إذن السلامة لا يعدل شيء، لكن إذا اضطررت اضطرارا كان الصحابة الفتوى يحيل بعضهم على بعض حتى ترجع للأول، يريدون السلامة. أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. فيا أخي الكريم، إذا استطعت أن تسلم وتلقى الله خفيف الظهر خفيف الذمة من أعراض الناس، أعراض العلماء، أعراض المجاهدين، وإلا فهيئ لكل مقال مقال. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، أسأل الله يثبتنا وإياكم ويجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وطن، وأن ننصر أخواننا المجاهدين في كل مكان. أسأل الله أن ننصرهم في اليمن وفي الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله أن يجنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وطن، ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء نسأل الله أن يرد كيده في نحره. لنا لقاء بإذن الله، بل ولقاءات، ونلتقي وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.